كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. أولياء الله الصالحين حيين، وقالوا لي بأنه أولاد الميلودي انتوما اللي كتملكوه، ثم متع باكم. قلت أنا متاعي ما توجهش بباك، ولكني باك سيكون راجل. هذه لا نقاش فيها، واش يفهم راسو. واللي هناك خصو يبين عن حسنيته وعن رغبته في التسامح وباكم فعلا فعلا، مش انتوما، ولكني وباكم دار خطوان تبغيتم ديروا 10، باش انا نمشي نواجه ولد ما با ولا با ما ودو. هذه ما نديرهاش باي واش كان، لان اخشى الله سبحانه وتعالى. والنبي راه قال لنا، قال له انت وما تملكه ملكا لابيك، تضعش راسك، راه ما تبدلش الحقائق الاخلاق، ما تبدلش القواعد ديال الاسلام، واخا دير اللي درتي كلك تكفر، كلك تسحق، ما يمشي نيشان جهنم. ولكن زعما بان تبدل القاعده غير كتخربق، ما كاينش شي واحد يقدر يبدل القاعده الربانيه. انت وما تملكه ملكا لابيك، وبالتالي وي دباكم دار خطوه ديروا 10، دار خطوه في اتجاهكم ديروا نتوما 10 في اتجاهه. وهو خصو يكون راجل، هادي لا نقاش فيها، ويفهم مخو مزيان. دابا على كل حال، الخصوم الحقيقي يعلمهم الله، الخصوم الحقيقيين ديال هادي بيدودي الله اللي يعلم بهم. لانه ولكني بنادم كاش يحكم بالظاهر، ميبقاش يفتش على شي حاجه ولا شي خلفيه باللي تبرر له انه مخصوش يقوم بالواجب ديالو. الواجب ديال الاب ظاهر، وفي القضيه ديال ولادو ملي ما عارفين شنو خصو يدير. هي صعيبه، ولكني خصو يكون راجل، فهمتي، ما حتى شي حد بيأثر عليه، حتى شي بشر كيما كاين شي مرا ولا شي واحد أثر على الراجل فيما يخص ولادو. لأن ما موجودش على الكرة الأرضية شي راجل قدر يقنع 4 مرا فيما يخص ولادها، لا نقاش فيها. المرا تبقى مع وليداتها وخا تجيب لها دي جبتينا من المشاكل. والرجال خصهم يتعلموا جوج من العيالات الله يعطيكم الخير، ويتمسكوا بوليداتهم، لأنه هو الروح، هو الاستمرار، وحياتك بعد الموت. لما تموت تموت وتخلي تخلي الدم، خلي ولادك، ما كيدوزو قبل اي واحد. ما تبقاش تخمم واش هذا كان وراه ولا هذا معاك ولا بني. ملي يبان لك بانه فعلا شي واحد هو اللي خلق لك مشاكل، اذا كانت المشكله هذه تخلقات واخيرا غتجمع انت وليداتك، دي مزيانة هادي. ذات السيد أراد شرا لكن الله أراد خيرا، مزيان مزيانة. وإذا كان الشر بالشر خصك تجاوبو بالشر، ماشي بالشر، ولكن يجاوبو قاصع ووقفو عند حدو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.